تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة ثم صحح العبارة الخاطئة. إذا لدينا عبارات، إذا كانت العبارة صحيحة أكتب صحيح، إذا كانت خاطئة أكتب خطأ وأصحح العبارة. نبدأ بالعبارة الأولى: الزكاة هي الركن الرابع من أركان الإسلام. الزكاة هي الركن الرابع من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة هي الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. إذن الزكاة هي الركن الثالث وليس الركن الرابع. نكتب خطأ وأصحح. الزكاة هي الركن ثالث من أركان الإسلام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإسلام. الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان هي ركن من أركان الإيمان، لكن الإسلام خطأ. وصحيح الخطأ، نكتب الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان. ثالثا: أول ما نزل من القرآن هي الآيات الأولى من سورة الفاتحة. إذن أول آية نزلت هي الآيات الأولى من سورة الفاتحة. أحسنتم، خطأ. الآيات الأولى التي نزلت هي من سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي الأولى التي نزلت. إذا أصحح: أول ما نزل من القرآن هي الآيات الأولى من سورة العلق وليست سورة الفاتحة. نواصل: بالعلم ترتفع مكانتك عند الله تعالى. إذن كلما إنسان زاد في العلم ترتفع مكانته عند الله. أحسنتم، صحيح. عبارة صحيحة، لا أصحح. من واجبي أن أحترم جاري وأساعده عند الحاجة. يجب احترام الجار كذلك مساعدته. إجابة عبارة صحيحة. أحسنتم، أكتب صحيح. إذا نراجع الإجابات: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وليست الركن الرابع من أركان الإسلام، الرابع خاطئ. الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان، صحيح، وليست من أركان الإسلام. أول ما نزل من القرآن هي الآية الأولى من سورة العلق وليست من سورة الفاتحة، سورة الفاتحة خطأ. بالعلم ترتفع مكانتك عند الله تعالى، صحيح. من واجبي أن أحترم جاري وأساعده عند الحاجة، صحيح. ننتقل إلى التمرين الثاني: اذكر أربعا ممن تجب فيهم الزكاة. ذكرتهم الآية الكريمة: إنما، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات. إذا المطلوب هو اذكر أربعة ممن تجب فيهم الزكاة، وهذه الأربعة مذكورين في صورة من الآية، مذكورين في الآية الكريمة التي تبدأ ب إنما الصدقات. إذا نقرأ الآية: إنما، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
هذه الآيات ذكر فيها من تجب فيهم الزكاة، المطلوب أن نكتب 4. إذا على من تجب الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء، إذا تجب الزكاة على الفقراء. الفقراء كذلك، والمساكين، إذا المساكين. الفقراء والمساكين والعاملين عليها كذلك تجب فيهم الزكاة. العاملين المطلوب 4، والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم، كذلك وفي الرقاب والغارمين كلهم تجب فيهم الزكاة، المطلوب 4. إذن الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، ممن تجب فيهم الزكاة، المذكورين في الآية الكريمة التي تبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات. ننتقل إلى التمرين الثالث، ما هي الشروط إخراج الزكاة؟ لكي نخرج الزكاة يجب أن تتوفر شروط، المطلوب هما أذكر شرطين، واحد اثنين، الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول هي أن المبلغ من المال يجب أن تمر عليه سنة، إذن نكتب الشرط الأول هي مرور سنة قمرية، مرور سنة قمرية. الشرط الأول هي يجب أن تمر سنة على المبلغ من المال، والشرط الثاني هو أن يبلغ المبلغ من المال مقدارا معينا، المقدار هذا يسمى بالنصاب، إذن الشرط الثاني بلوغ النصاب. إذن الشرط الأول يجب أن يكون لدينا مبلغ من المال وتمر عليه سنة، مرور سنة قمرية عليه، سنة هجرية. والشرط الثاني يجب أن المبلغ من المال يبلغ مقدارا معينا يسمى النصاب، إذن يجب أن يبلغ النصاب وتمر عليه سنة قمرية. إذا توفر الشرطين يمكن إخراج الزكاة. ننتقل إلى التمرين الرابع، اربط كل كتاب سماوي بالرسول الذي أنزل عليه. إذا لدينا كتب سماوية ولدينا الرسل. الرسل أو الكتب السماوية، لدينا الصحف، الزبور، التوراة، الإنجيل والقرآن، 5 كتب سماوية. ولدينا الرسل، داود عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه السلام. إذا نربط كل كتاب على من أنزل، هذه الكتب السماوية والرسل. إذا نبدأ، الصحف أنزله الله تعالى على سيدنا، أحسنتم، إبراهيم عليه السلام. نربط الصحف، صحف إبراهيم. نواصل، الزبور أنزله الله تعالى على سيدنا، أحسنتم، داود عليه السلام. الزبور من سيدنا داود. الكتاب الثالث، التوراة أنزله الله تعالى على سيدنا، أحسنتم، موسى عليه السلام. الإنجيل أنزله الله تعالى على سيدنا، أحسنتم، عيسى عليه السلام. خامسا، القرآن الكريم أنزله الله تعالى على سيدنا جيد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل كتاب وأنزله الله تعالى على رسول. الصحف أنزلها الله تعالى على سيدنا إبراهيم، الزبور على سيدنا داود، التوراة على سيدنا موسى، الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى التمرين الخامس، اربط كل آية بصورتها. لدينا الآيات ولدينا الصور. الآيات هي كلا إن الإنسان ليطغى فلهم أجر غير ممنون، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أليس الله بأحكم الحاكمين.
ولدينا صورة العلى وصورة التي. إذا نقرأ صورة العلى، إذا وجدنا الآية موجودة في صورة العلى نربط. بسم الله الرحمن الرحيم، صورة العلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونبحث هنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى. إذن هي من صورتي صورة العلق. نواصل، كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن هي من سورة العلق. بقي لنا آيتين، أكيد يكون من سورة التين، لكن نتأكد. نقرأ سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون. إذن سورة التين. نواصل سورة التين، فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هي من سورة التين. نعيد مراجعة الآيات، كلا إن الإنسان لا يطغى من سورة العلق، كلا لا تطعه واسجد واقترب كذلك من سورة العلق، آية 2 من سورة العلق، فلهم أجر غير ممنون، أليس الله بأحكم الحاكمين كذلك هي آيات من سورة التين. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.